أخبار اليوم. في الحقيقة الفيديو ده بالذات أنا ما بحبش حتى أجيب سيرته، لأن الفيديو ده مش أهان الشرطة المصرية، ده أهان المرأة المصرية وأهان الرجل المصري وأهان الأسرة المصرية، غير إن هو أهان الدولة وأهان المصريين والعرب كلهم. هذا شيء مهين جدا، ولا أقبل إن حد يقولك أصل ده صغير وغلب. هو اللي عملوا ثورة 25 يناير كانوا غلطانين، ردوا انتوا.